مرحبا بكم في دار محمد مالك، ولد مهدي مالك، ولدت مهدي مالك، ولدت زاد 1983 ياك 1983 كوليجي لا غلط. هي في الاول حنا ما عرفناش بان لا معاق، تزاج في بولي كلينيك في الدار البيضاء، تقريبا شدوه في الكلينيك شهر وحنا كنمشيو ونجيو، في الاخر قال لي الطبيب راه ولدك غادي يبقى معاق. حيت الانسان ما كيهضرش وكيسمع ولكن ما كيهضرش وما كيتمشاش وما كياكلش بيديه، راه صعيب باش تخرجوا من الاعاقه. دونك بدات معاه بشويه بشويه التصاور، دوك التصاور ديال هذا، التصاور ديال الحيوانات، التصاور ديال جميع الامور، شويه بشويه شويه بشويه، وباللغه الفرنسيه شويه بشويه، عاد هو كيتفرج في داك الشيء ديال التلفازه وداك الشيء، كاع بشويه كيفهم شويه العربيه، كيعرف العربيه شويه شويه وكيترجم راسو، حتى ولا كيعرف العربيه احسن من الفرنسيه. مهدي بدات خصوصا عندما كتب اولى المقالات ديالو في جريده الانبعاث، وكانوا معني زملاء ملي شافوا الصور ديالو، ملي وريتهم الصور ديالو وداك الشيء شكوا بانه كاين اللي قال لك مستحيل هذا السيد يكتب، وان ماشي امكانيات يتقرا في القرا، يعني كثير من الاسئله اي واحد ممكن يطرحهم وداك الشيء، ما بلغوا الحقيقه، وتاكد ليه بان مهدي هو اللي كيكتب. حتى جينا عنده هنا زرناه وشناه كيفاش كيكتب، جلسنا مع هذا وشناه كيكتب بصبع واحد، وبعد خطرت كي غير ينعس على في الارض وكيكتب بصبع واحد في الحاسوب ديالو، وبالتالي وحتى القراءه راه عنده مكتبه ديالو كامله فيها قرا كاع، يعني كاع المثقفين والمفكرين المغاربه سواء اللي كيتفق معاهم او اللي ما كيتفق معاهم قرا ليهم. فوالا ملي كبر شويه وصل عليه 30 سنه كتب لي رساله، قال لي زوجني يا ابي راني كنتمحن. هذا كلام ديالو، ها هو. وانا كنقلب لي على المراه مده 10 سنين اللي قلت لي راه معاق، كتبت لك لا، وفي الاخر جاب لي الله مراه احسن، راه كل واحد عنده حقه في الحياه، وجاب لي الله مرا اكستازينا، هزا هو وهزانا حتى حنا، وها الوليده تبارك الله يربيها، الشباب